ولبى الفنان قاسم السلطان دعوة من الجالية العراقية بهولندا لإحياء حفل فني. عندنا ضيف من بغداد. طيب نترك الحفل الآن ونذهب إلى ضيفنا، ورحب بضيفنا الفنان القدير جلال كامل ينضم لنا من بغداد الحبيبة. أهلا وسهلا بك أستاذ جلال. اهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام، يا اهلا وسهلا، تشرفنا. استاذ جلال، يعني احنا لابد نتكلم عن حدث هو حاضر كل يوم بدءا من تشرين، من الاول من تشرين، وهو ساحه التحرير. وحضرتك كنت زرت ساحه التحرير وكنت متواجد مع يعني في اول ايام منذ اليوم الايام الاولى مع السيده الفنانه القديره، وجه لها تحيه حب واحترام، السيده سناء عبد الرحمن. فحضرتك شفت، احتكيت، شفت الشباب واحتكيت بهم، سمعت لهم، وحابة تنقل لنا عما دار، عما جرى، تنقل لنا صورة واقعية وقريبة منهم، أرواحهم، طموحاتهم. صح إحنا يوميا نشوف فيديوهات، ولكن أتصور التواجد هناك غير عما واحد يسمع خلف الشاشة. حقيقة أنا قبل اللقاء هذا أسجل إدانة كبيرة بأقصى العبارات لما حصل في ساحة السنك وفي ساحة الوثبة. حدث مؤلم وكبير، في نفس الوقت من بداية التظاهرات كان هناك سمة رئيسية هي السلمية السلمية السلمية. يعني يراد حرف هذه التظاهرات إلى اللا سلمية. بس أنا أعتقد أنه الشباب الموجودين في التظاهرات جلهم، يعني بنسبة 99.99% هم ناس سلميين، ناس وطنيين. ما مثير في هذه التظاهرات دائما أنه كانت فيها سمات خاصة فرزتها، ألا وهي النبذة الطائفية بشكل كامل. اللي هي العلة الرئيسية بوجود المحاصصة، وبالتالي في كل شيء، في 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 توطين كل شيء سيء. أحد الصفات الرئيسية لهذه التظاهرات هي العفة، العفة في كل شيء. يعني أنت تشوفين بين أنه وجود المرأة والرجل المتساوي، والنظرة الجليلة والمحترمة للمرأة في هذه التظاهرات صفة رئيسية. أنت تعرضتوا لها يمكن في كثير من برامجكم، أنه تفعيل الثقافة والفن في هذه الساحات. وترك أثرها في الساحة بشكل واضح. الصفة العامة لهذه التظاهرات هي التآخي. أنت تحسين في هذه التظاهرات أنت في وطن مصغر، هو نموذج للعراق بالمعنى الحقيقي. تجدين شباب مشعين بالثقافة، شباب مشعين بالعطاء، شباب مشعين بخدمة الغير. يعني الحضور في هذه التظاهرات هو بالنسبة لي هو شرف كبير جدا، كبير، وأفتخر فيه أن أكون أنا جزء من هذا الشعب العظيم اللي عمره فعلا 7000 سنة. فرزت هذه التظاهرات مفردة جديدة ومفردات جديدة كثيرة متداولة. أولها أريد وطن،
يعني هذا الوطن، كلمة وطن تختزل كثير الكثير من المعاني. يعني حقيقة أنا ممكن تخون الذاكرة، ولكن يكفي أنه أنت بدأت، يعني إحنا أبسط مشهد ممكن تعيشي يكون مؤثر جدا، تغنين النشيد الوطني وتشوفين الدمعة تنزل على، يعني تشوفين هذه الدمعة تنزل على خدود كل من يغني هذا النشيد. سمة رئيسية، العلم أصبح له قدسية كبيرة وهائلة. ماكو لا للطائفية، كل هذه مسميات عظيمة جدا هي تترجم لوطن عظيم. يعني هاي الصفات وهاي السمات هي اللي تحسيها، ولذلك انت تجدين نفسك تنجرين غصبا ما عليك للحضور في هذه التظاهرات. في تمر على الشاشة الآن لقطات وانت حضرتك هنا توجه كلمة لكل هذه الجموع والحشود الموجودة، اوصف لي هاي اللحظات. اكيد هذه اللحظات يعني غالية عليك ولها وقع خاص. حقيقة أنا أعتقد هاجس كل عراقي أنه إحنا في البحث عن وطن صحيح وحقيقي هو أن نعلي يافطة العراق أولا وآخرا. إذا تعطينا العراق أولا وآخرا أعتقد كل شيء، كل النتائج الأخرى ممكن تكون صحيحة وسليمة. مش أقول لك أنا إحساسي، أنا من خرجت أنا والمدام حالي محال هذول المتظاهرين اللي هم في ريعان الشباب مثل ما يقولون، ناس فتحت صدورها وقدمت أغلى ما عندها. طيب أنا بالنسبة لي يعني ما أقدر أقول إنه أكو كلمة ممكن توجز ما أحسيت به عندما استدعيت لإلقاء كلمة في هذه الجموع العظيمة اللي كلها تكاتفت وكلها توالفت في أن تقول العراق أولا وآخرا. راح نسمع هذه الساحة هي. نعم تفضل. مقبرة للطائفية. أستاذ جلال راح نسمعها للكلمة الآن. تحية للعالم. أخواني بصوت واحد، العراق أولا، العراق يعني يبدو لي انه هذا ما كنت مهيئ لاي كلمه، لكن اللي حسيت به قلته او جسته في هذا في هذا في هذه الجمله، العراق اولا، العراق اولا واخيرا وبعده ياتي كل شيء. اكيد
أكيد العراق أولا وآخرا، عندما تكون النظرة صحيحة، وعندما يكون طريقة التفكير صحيحة، وعندما يكون هناك نضج ووطنية حقيقية في النظر إلى هذا البلد العظيم اللي لا يمكن أن يختزل في 16 سنة. وطن العراق هو عمره 7000 سنة، أفرز ما أفرز من نتاج لهذا الكون كله. إذا نظرنا له بشكل حقيقي ووطني مطلق، أنا أعتقد كل الأشياء تجري بسهولة وسلاسة. نقدر نكون فعلا أحد الأرقام الصعبة جدا في هذا الكون. إحنا مورثين لكل ما هو عظيم في هذا الكون، لا يمكن أن نختزل بأفعال دنيئة أو عادية. لا، هذا بلد عظيم يستحق أن يكون في مكان الحقيقي في هذا الكون. نعم صحيح. وقلت لك أنا يعني أنا من الناس يمكن يجوز أنا ما متحدث جيد، ولكن أنا من أحس بالأشياء أقولها في وقتها. أنه أنا لم أفبرك هذا الكلام، أنا في لحظتها استدعيت لأن أقول كلمة اللي طلع هو هذا، ويبدو لي هذا هو قضية تراكمية. وأنا من ترفع يافطة تقول أريد وطن، هو إحنا نبحث عن وطن صحي. لما يكون الوطن صحي كل الأشياء تصير صحيحة. صحيح. حتى اليوم التعاطي مع الأمور اللي كنا مثلا سابق نطرحها كان يعني ممكن أنه الناس ما تأخذها بهذه الجدية. إحنا كنا نحس أنه اليوم العراقيين تغيروا، كأنه هذا الشيء حرك داخلنا هواية أشياء، حتى طريقتنا اللي من نقول نغني النشيد العراقي اختلفت عن قبل، حتى تعاطينا من الأمور، من جملتها مثلا الحملات للصير، يعني دعك عن الترويج للفن وللسلمية، مثلا حملة تشجيع المنتوج الوطني، فتشوف الكل بدأت تتعامل مع الأمر بجدية. قبل ما كنا نقول تشجع المنتوج الوطني ما كثير الناس متحمسة، يعني كل واحد يقول هو أنا ممكن أغير، أو مثلا نقول أنا شعلية، لكن اليوم كل شيء اختلف. في مثل ما قلت، كيف تجد هذه الحملة وبالبيت ايش تستخدم المنتجات الوطنية؟ حقيقة هي أنا قلت لك أنه هذه التظاهرات فرزت مسميات كثيرة، حتى مفردتها هي مفردة ما مستلة من السابق. يعني أنت من تدخلين الآن، من إحنا من نقول العراق أولا وآخرا، لأنه العراق ممكن أن يتحول إلى بلد زراعي من طراز أول، وممكن أن يتحول إلى بلد صناعي من طراز أول. وأنا هسه أنت قبل شوية قدمت نموذج لعالم اقتسم الجائزة وهو عراقي بينه وبين كوري وعزف السلام الوطني. يعني أنا هسه يعني هذا الخبر أثلج قلبي، على قد ما احنا نعيش الآن متغيرات ومتغير تاريخي ضخم جدا، وعلى كل من يشاهد هذا المشهد إذا لم يقرأ بشكل دقيق من أنه هو أمام متغير تاريخي. ولذلك علينا أن نختزل ونختصر الأشياء للوصول إلى بر الأمان. العراق في كل المفردات لأن تؤهل يكون في المقدمة في العالم، وهذه حقيقة. هذه حقيقة. يعني شنو وين الصعوبة في أن أني أكل تمن عراقي؟ يعني هذه قضية صعبة. بلد نهرين وأرض زراعية، وقبل كان يصدر الرز للخارج. شنو الضير من أنه أنا أكل تمر عراقي؟ ما أكل تمر خارج. شنو الضير من اللبن عراقي؟ هاي على مستوى الأكل. ما إحنا قبل كانت المنتجات على مستوى الأجهزة الخفيفة مثل ما يقولون التلفزيونات والثلاجات والطباخات. وهذه صناعات بدائية، وصلنا إلى مرحلة إلى تصنيع سيارة وإن كانت تجميع، ولكن بكفاءات العراقيين الآن أنت العالم في قرية صغيرة، وصارت القضية العلمية والتقنية سهل أن تجيبيها وتبدأين تسوين منتج وطني. إحنا ناهيك عن أنه إحنا استخدام المنتج الوطني.
شي يفرزلنا بعدين من أموال، بدل ما أنت تدفعين أموال للخارج أنت تستثمرين أموالك في الداخل ويظل عملتك موجودة، وبالتالي أنت تساهمين في بناء. هو الاقتصاد شلون يصير؟ الاقتصاد يصير لما أنت تحمين زراعتك وتحمين صناعتك وتشغلين ناسك. لا بطالة بعد ذلك اليوم. أنت عندك من الأراضي ما تستوعب، ما يستوعب شعوب العالم أصلا. وعندك 50,000 كما قيل إن من مصادر رسمية 50,000 مصنع. إذا تم تفعيله، وهذا قد إذا تريد يعني تأخذ زمن، ما راح تأخذ زمن، ولكن إذا كان هناك جدية ووطنية حقيقية في أن تفعل هذه المصانع ولا هذه الأراضي الزراعية، فأنت قفزت على كثير من المشاكل. نعم صحيح صحيح. بالتالي أنت يعني إحنا حتى على صعيد الفن هسانا أقول ليش على صعيد على صعيد الفن، ليش إحنا دائما في حالة رجراجة؟ كل 5 سنين ولا كل 3 سنوات يلا يصير لنا إنتاج يتيم ولا إنتاجين ولا 3. هذا البلد اللي بذاكرة هائلة، يعني أنت ال- 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 الشعوب لما يكون عندها هذه الذاكرة وما تفعل وما تترجم هذه الذاكرة على مستوى سينما ولا على مستوى مسرح ولا على مستوى دراما، يعني أنت في ساحة ثرية في كل شيء، ولكن كل هذا الثراء محيد باتجاه توقف ناس تفكر بطريقتها كيف تنظر إلى الوطن وكيف تحرك هذا هاي الإمكانات. طبعا هو يعني واحدة من الأسباب المهمة أو السبب الرئيسي أنه الشباب يعني مع هذا الموبايل اللي هو نافذ على العالم يحسون أنه ما هم ناقصهم شيء، لا بلدهم ناقصة شيء حتى يكونون في مصاف الدول المتقدمة من كل النواحي. خير كثير، يريدون بناء، يريدون تعمير، يريدون حياة كريمة. هم من قهرهم على وطنهم لأنه ما يستحق العراق أن يكون بهذا الشكل. فأتصور كانت هاي النقطة الأساسية أنه شباب طلعوا وخرجوا من أجل حياة كريمة، ونريد وطن، نريد وطن حر، نريد وطن مستقر، نريد وطن يعني متطور بكل شيء. فيعني هم أذكياء، يعني يشوف أنه اليوم هم أطلقوا حملة المنتوج الوطني وهم في ظروف صعبة، يعني هم في يومية تتجي عليهم ظروف صعبة يومية، أحد يستشهد منهم، أحد ينخطف، أحد، فتشوفهم أنه فكرون بكل شيء. فبدأوا بحملة المنتوج الوطني وأكو مساندة شعبية وجماهيرية كبيرة حقيقة، كل الحسابات المليونية واللي أقل بدأت تروج المنتجات العراقية. أستاذ جلال، إن شاء الله أيضا نشوف المنتوج الفني، لأنه إحنا ندرك بأنه كل رمضان الناس تذهب يعني مع كثرة ما يطرح من أعمال عربية، لكن من شيء عراقي تشوف كل الجمهور العراقي يذهب باتجاهها، يريدون يشوفون احنا وين وصلنا ومتلهفين انا اريد اسجل للشرقية تحية خاصة. نعم. بأنه هي دائما تكون سباقة في انتاج الدراما، ولكن بنفس الوقت احنا نتمنى انه قضية الانتاج الدرامي ما تختزل برمضان، لانه انت الان صار عندك ذاكرة جمعية ضخمة جدا تستحق ان هذه الذاكرة تسجل وتؤرشف. نعم. يعني احنا دائما نسمع ونقول انه الفن هو ارقى ثمار الحضارة الانسانية. نعم. بعدين اكو حقيقة انه المجتمع العراقي يحب الدراما العراقية. نعم. هسا ليش الدولة ما تقعد وتصفو نيابة؟ أبسط الدول عندها إمكانيات جدا بسيطة، ومع ذلك هي تعضد ناسها الفنانين من أجل أن تنتج لهم وتساهم في إنتاجاتهم، ما عدا إحنا. يعني ما أفهم
الدولة يمتى تسوي فوكس على الدراما وعلى السينما بالتقطير بالتقطير. نسوي لنا فيلم كل 3 سنوات، نسوي لنا مسلسل كل 5 سنوات. يعني شو راح تكلف الدولة مثلا، يعني شو راح تكلف الدولة بقياسات هاي الميزانيات الانفجارية أن تصوب نظرها وتقول أنه هناك شريحة مهمة جدا عليها أن تترجم ما حدث لهذا الشعب العظيم. وبنفس الوقت الناس تريد تستمتع بمشاهدة دراما عراقية، لا مسلسل ولا 2 ولا 3 ولا 10 تستطيع اختزال ما مر بالشعب العراقي. نعم صحيح، كل شيء راح يتغير. وخلينا نجرب ونقول احنا الدراما متوازي، كل شيء راح يتغير نحو الأحسن. خلينا نجرب كل التجارب بالعالم، هي بنت اي بنت على ما تقدم الى ان اسست تجربة حقيقية وفرزت هوية يعني. ان شاء الله كل شيء يتغير، وان شاء الله يتغير نحو الأحسن. كل الأشياء اللي كانت متوقفة لا لازم ترجع عجلة الحياة لكل مفاصل الحياة العراقية الفنية والزراعية والصناعية وكل شيء. أستاذ جلال أسعدني وجودك اليوم في الظهيرة، تحياتي إليك، وإن شاء الله الأمور سعيد جدا. إن شاء الله الأمور يعني إن شاء الله القادم يكون أفضل بكثير بما ينادي به هؤلاء الشباب اللي اختبرهم العراق مرات كثيرة صعبة، ودائما يخرج العراقي برأس مرفوعة وبهمة وبتحدي أكبر. أنا أشكرك جدا، شكرا جزيلا. شكرا.